السلام عليكم ورحمة الله أزور شلون. بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال نعطيكم هدية من عندي اللي نفضحوا فيها جنرال عاشور الضاحي نائب المدير العام للأمن الداخلي، يعني هذه عصابة عنتر. هذا الجنرال الضاحي اللي يعرفوه الضباط اللي يعرفوه وخدموا معاه يرفضوا يقولوا له جنرال لأنه ما يستاهلش جراد جنرال. هذا يحطوا له بين ظفرين نوتر جيومي لأنه ما هوش أهل هذا الجراد، فمن الناحية العسكرية، ولكن من ناحية الفساد هو أهل لها، هو مولاها مولا هذا الجراد. شكون هذا جنرال الضاحي وكيفاش رجع للخدمة بعد ما أحالوها على التقاعد، وشكون كان وراء عودته؟ جنرال الضاحي عاشور كانوا يعتبروه من الكاديس الكابيل دو سيرفيس، فهذا اللي فشل في البكالوريا، في امتحان البكالوريا كان يقرا في سيم عبد القادر في باب الواد، فشل في البكالوريا، دخل كسرجان للجيش وكان يدرب في الكاراتي في ليكول تاع ابن مسعود تاع الامن، وكوم كان يتملق منا ومن هي وكامل دبر فيها لانه كان في اعمالك في الامن العسكري دونك دبروا له، داروا له انسكريبسيون في جامعة الجزائر في سنة 77 وين دار ليسونس في علم الاجتماع اون سوسيولوجي. ومن بعد بقى قعد يخدم اون ميم طون في كذا بدا يدرب كي دار ليسونس سي نورمال يعطوا له ليوتنون، وبقى يدرج في الرتب بالتملق والشيتا وكذا الى انه كان حطوه في مركز الابحاث والتحريات سنتر دو ريشيرش دانفستيغاسيون تاع الجزائر باش يدير التحريات هذايا يعني ديزانفستيغاسيون باش يديرهم بالتعذيب، يعذب في الناس سنوات 90 التعذيب اصبح مباح قتل الناس تحت التعذيب، وهذا راح يذكر له ملف وراح نطلبوا من الناس اللي مروا على ثكنة عنتر وخاصة على مركز شاتو نوف اللي كان هو يشرف عليه بعد ما شرف عليه محمد سمراوي باش يدليو بشهادتهم ويقولوا واش صرا لهم. وهو على كل حال عندنا الأدلة أنه كان هو مسؤول على مركز شاتو نوف. لما شافوه أنه كثر من الاغتيالات من القتل من الجرائم بعثوه لنجامينا، بعثوه أون بوست لنجامينا في تشاد باش يتخبى يخبي راسو وينساوه، ومن بعد عاود رجع لانه سيدي واش عنده يدير، يعرف غير يذبح ويقتل ويعذب. على هذيك صحابو، نقول صحابو الناس اللي خدموا معاه ويعرفوه، نهار اللي شافوه طلع جنرال قال كذا ما يستاهلش. شكون طلع جنرال؟ توفيق، لانه توفيق هو اللي كان يعمل على ترقية الكاديس، هو اللي كان يعمل على ترقية الكاديس طلعهم جنرالات الى ان تم طردوا من الجيش من طرف القايد صالح. لما القايد صالح بدا يصفي في دراس
ويصفي عناصر توفيق، وطيح بتوفيق ذاك الوقت يعني مرمدو بهدلو خاصة في فيفري 2014، خرج له 55 ضابط في يوم واحد. توفيق يتفرج يقول له رب تزاير كان والو. ومن بعد زادوا خرجوا، لما زاد جا بشير طرطاق خلف توفيق، زاد خرج مجموعة أخرى. دونك سي عاشور الضاحي لما خرجوه وين راح؟ راح الفيلاج، قرية صغيرة تاع عيد سعادة، اسمها قرية عيد سعادة، بلدية في بلدية يطافن. راح يتخبى ليه لأنه ما عندوش جاي يقابل بيه في تساير ولا قدام منا، لا يقدر يقابل لا اللي كانوا يخدموا معاه، لأنه بون خرجنا مون كيخرجوا لا روتريت يبقاو يتلاقاو مع بعضهم، يمشيو للكلوب تاع دي مسوس نادي الجيش، هو ما يقدرش حتى يقابل الناس اللي كانوا يخدموا معاه لأنهم يكرهوه، مرفوض مكروه. دونك راح الفيلاج تاعو، راح الفيلاج تاعو في عيد سعادة بلدية يطافن، وبقى ليه لعبها سردوك الحومة، سردوك القرية. جنرال في نص هذاك الغاشي مساكن كذا منا شعب صوالي يقدروا مون جينيرال مونجي من زارع ترو مونجي، هو في لاروتريت فرحان بروحه. بقى هكذاك حتى وين مات لقيت صالح، وين عاود دارت ناورة وجماعة نزار وتوفيق استرجعوا مخاليد الحكم، وطلقوا ان كادياس واحد اخر، ان كابيل دو سيرفيس واحد اخر اللي يقولوا جبار مهنا، عطالو منطقة القبائل باش يبدا زعما هو يقول له قادر يروضها. يعني جبار مهنا ي بريتون بوفوار دومبتي لا كابيلي، لانه عنده عناصر ليه، واش من عناصر يجيب هذاك وهاب عيت من قلات يعني به راح لنا، ولا يجيب هذاك الهادي ولد علي ولا ما كان والو. دونك يروحوا يعاودوا يعيطوا لسي عاشور الضاحي، يجيبوه يردوه الامن الداخلي كنائب مدير عام. وعلاش؟ باش يعس المدير العام اللي هو الجنرال راشدي عبد الغني، باش علينا جا راشدي عبد الغني الله ينوب ما يعرف والو في الامن الداخلي خاطئ. والاخر قال سنوسي تاع الامن الداخلي جيبوه، منو يعس عبد الغني راشدي ومنو هو يسيطر، وهو اللي زعما يعرف العاصمة ويعرف الجزائر وكذا منا، يبدا يعني يطلق في العناصر ديالو، القمع، التوقيفات، التحريات، التعذيب، هادو كان رجعوا. في قضية وليد نقيش سيذكر اسم الجنرال عاشور الضاحي لمجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة كمسؤول على ثكنة عنتر، فيهاش هدرة، لأنه المسؤولين يلزم يتمدوا أسمائهم هو الأول، وبعد يجي عبد الغني راشدي اللي هو المدير العام، لأنه ما يعرفش مليح حد واحد ما يقدرش يتهمو هو مسؤول على ما حدث في عنتر، كيما شنقريحة مسؤول على ما حدث في عنتر، كلهم مسؤولين على ما حدث في عنتر، كلهم. لأنه يعني لازم ملف صحيح اللي يتقدم، ولكن المسؤول الأول على التعذيب واللي أعاد مكنة التعذيب ماشين في التعذيب عاود ردها تخدم هو عاشور الضاحي. ونوري له أنا هشام عبودلي نطلع لجنيف ونحط الملف ليه، وكلهم هشام عبودلي ما عادش يقدر يدخل لجنيف، كلي جنيف لازم لي ندخلها بفيزا يا اخي بغالون يا اخي، يقول لهم يسالو 500,000 يورو في جنيف، شكون هذا اللي يسالني 500,000 هذايا؟ ويلا هذاك الصعلوك
الفرودور فيسكال اللي القضيه تاعو راهي امام العداله الفرنسيه والعداله السويسريه اللي قاعد يلعب على الحبلين، هو اللي راه قاعد يهب فيك ويقول لك احنا غنقلوا القناه، تغلق القناه يا بغالون، هذه قناه يوتيوب تغلقوا ربعه قبل منها، هذه الخمسه وزيد السادسه والسابعه ما تقدرش تغلق، ونبقى لكم الشوكه في حلقكم، ونبقى لكم الشوكه في حلقكم. باش نكملوا، سي عشر الضاحي اللي ماهوش قادر يسير عائلته، اسمعوا مليح، هذا اللي تعطيله نيابه مديريه الامن الداخلي، يعني باش يسير الامور تاع الامن الداخلي على المستوى الوطني، اسمعوا مليح، ها ماهوش قادر يسير امور عائلته. وعلاش؟ لانه السيده ويزا زوجته السابقه عطاته بكوتبي، حاوزاته، عاد ما تطيقش تعيش معاها واحد نذر كيما هذا، دات ولادها لويزا ونادير ومريم، داتهم معاها للكندا ووصلت ليه هي وليداتها. الور هذا يا سي عشر الضحلي ما قدرش يسير امور عائلته، وخدا كوتبي من عند مرته ودات الوليدات وراحت لكندا، كيفاش راح يسير امور الامن الداخلي في الجزائر؟ خليكم وحدكم تخمو، شوفوا الفشل تاع العصابه الحاكمه، هكذا يجيبوا ناس فاشلين، يجيبوا ناس شياتين، يجيبوا ناس من اثنين، وهذا درك زعما يحب هو اللي يسيطر على وزارة الطاقة، يعين فلان مدير كذا وفلان مدير كذا، ويدبر على وزير الطاقة، ماشي يدبر عليه، يسيطر عليه، اسمعني، ويجيب في زافار هاد واحد لوبيست بين ظفرين، سمعت فرودو فيسكال، واحد الاخر صعلوق من هذوك اللي يفروديو في الفيسك باش يجيبوا لي مارشي باش يدي معاه، سمعت، وزيد يسخنوا فدوين على مستوى وكاله تاع سونالغاز في تيزي وزو، باش يعطيو لبنت خوه، ولا بنت بنت خوه ياسمينة وضاحي، يعطوها منصب مليح وتبقى هي عايشة عليهم دراع، اللي هي كانت ما كاش يهضر معاها، ما كاش اللي يدير كذا، قالوا قال عمها راهو جنرال مدير الامن، نائب مدير الامن الداخلي. فوالا، هذه هدية مني للجمهور الجزائري باش يعرف احد المجرمين اللي هو عاشور الضحي، ونقولوا مازال الخير يا سي عاشور، اخي تعرفني مليح وانا نعرفك مليح، شفت كيفاش كنت شيت لي كي تلاقاني، ضرب لي الشيطة، انا بقيت حر وانت نذل، تنباطح لسيادك، تنباطح لولاد الحرام، باسكو انت ولد حرام كيفهم، وروح قولهم نغلق له لاشين ولا ما يدخلش سويسرا، انا بعد لي فاكونس، كان لي فاكونس ساعات انا نحوس بعد لي فاكونس نضربو دور على سويسرا باش ندير الملف تاعك في سبتمبر للمجلس حقوق الانسان للامم المتحده، ويجيك خبر مليح، ربي يقدر الخير لبلادنا، والله يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمه الله. صحفي حر، صحفي حر.